بسم الله الرحمن الرحيم. الرؤيا اليوم رآها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي جليل يجهلهم كثير من الناس، حتى أن كثيرا من الناس عندما يذكرونه لا يترضون عليه كما نترضى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الصحابي الجليل بعض العلماء قال إنه أول من أسلم من الرجال، أول من أسلم من الرجال. طبعا ليس المقصود الصديق رضي الله تعالى عنه ولا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. صحابي اليوم هو ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن عم السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وعنه. الورقة ابن نوفل، النبي صلى الله عليه وسلم عندما في بداية الوحي لما نزل عليه جبريل والنبي في حالة خوف وانزعاج، أخذته خديجة إلى ورقة بن نوفل لأنه كان عالما في النصرانية. فماذا قال له؟ قال عندما سمع كلام النبي كما في الصحيحين، يعني الكلام ده في الصحيحين، يعني لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بورقة مقطوع به وورد في أصح الكتب. فورق عندما سمع وحكى له النبي ما وقع له قال إنه الناموس الذي أنزل على موسى، وقال لئن أدركت يومك لأنصرنك، ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجي هم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، ولئن أدركني يومك لأنصرنك. فده دليل على أنه آمن وأسلم بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده تصديق زي ما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على تعليقا على هذا الكلام في البداية والنهاية، قال هذا الكلام فإن مثل هذا صدر عن تصديق وإيمان، بل وكمان نية مستقبلية إن النبي إن لقي أعداءه إن يجاهد معه. ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه كما قلت بعض العلماء كالبلقيني والحافظ العراقي والبقاعي والحلبي في السيرة الحلبية قالوا إنه أول من أسلم من الرجال، بناء على إن الموقف ده كان في البداية خالص. المهم الشاهد نحن في الكلام على عدة رؤى رآها النبي صلى الله عليه وسلم لورقة يستدل بها، أو حتى النبي استدل بها على كونه في الجنة وعلى إيمانه، رضي الله تعالى عن ورقة بن نوفل ابن عم السيدة خديجة رضي الله تعالى عنه. الرؤية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب ورقة، يقال إن أخ لورقة تنازع مع شخص فالشخص ده سب ورقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أني رأيت لورقة جنة أو جنتين؟ ده كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جنة أو جنتين في المنام لورقة. فالنبي نهى، سمع رجل يسب ورقة فقال أما علمت، انتبه أنت تسب رجلا مؤمنا من أهل الجنة، أما علمت أني رأيت لورقة جنة أو جنتين؟ وهذا الحديث رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني وهو كما قال، وأورده في السلسلة الصحيحة تقريبا الحديث رقم 405. حديث آخر في رؤيا أيضا عن جابر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقته فقال أبصرته في بطنان الجنة عليه السندس، رواه ابن عساكر. هو حديث في ضعف، لكن بمجموع الأحاديث، الحديث اللي بعده حديث عائشة وغيرها مما رواه ابن عساكر ورواه أبو يعلى وغيرها كما أشار الحفاظ يتقوى إسنادها. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقته عن حاله
فقالت له خديجة: كان صدقك، ولكنه مات قبل أن تظهر، يعني قبل أن يعني يؤمر بالتبليغ وتظهر رسالة النبي وتفشو في قريش. لأنه في أول، فده كلام سيدة خديجة كأنها تريد أن تسأل على ابن عمها رضي الله تعالى عنها وعنه عن حاله، وكأنها تتودد إلى النبي وتقول: يا رسول الله صدقك. لأنه النبي لما تكلم وأخبره بنزول الوحي عليه قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يعني جبريل، ذا جبريل، إنك، في بعض الروايات الثانية خارج الصحيحين، إنك نبي هذه الأمة وأشهد أنك رسول الله في بعض الروايات، لكن في الصحيحين قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى جبريل عليه السلام، ولئن أدركني يومك لأنصرنك. فده كله تصديق، يعني كمان وكأنه أمل في المستقبل. ويقول: ليتني كنت فيها جذعا، يعني شابا، إذ يخرجك قومك، يعني كأنه طبعا عودته إلى الشباب مستحيلة، لكن ده يدل على العزم والصدق والنية الصالحة في المستقبل، بأنه عندما تنتشر دعوتك وتظهر معاداة قريش لأنك جئت بما يخالف ما كانوا عليه من عبادة الأوثان والأصنام، لا شك أنهم سيطاردونك وسيحاربونك. فعنده نية مستقبلية أنه لو أنا أكون شابا لقمت معك ولنصرتك، أو كما قال رضي الله تعالى عنه في تلك النية الصالحة. ولذلك عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة، فقالت له خديجة: كان صدقك ولكنه مات قبل أن تظهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ورقة في المنام وعليه ثياب بياض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. رواه أحمد والترمذي، وكما قلت فيه ضعف يسير، لكن له روايات متعددة، فيمكن أن يصل إلى درجة الحسن، وقد أشار إلى ذلك الحفاظ، وسأذكر يعني تلك التفاصيل إن شاء الله تعالى في التعليق على الفيديو أو في الوصف. فالنقاط مهمة الحقيقة في الحلقة هذه. أولا استفدنا معرفة ذلك الصحابي الجليل ومعرفة فضله، وأنه من أهل الجنة وأنه يترضى عنه. واستفدنا تلك المرائي أيضا اللطيفة، أن النبي رأى له جنة أو جنتين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثيابا بيضاء، الثياب البيضاء هذه كأنها إشارة إلى صلاح حاله، ودي النكتة التعبيرية أو النكتة التي يستفيدها المعبر. ولذلك النبي نفسه قال: إيه؟ رأيت ورقة في المنام وعليه ثياب بياض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. كأنه إشارة إلى أن اللباس البياض بالنسبة للميت إشارة لحسن الحال. دي نكتة أو فائدة يمكن أن يستفيدها المعبر. فكما قلت أو كذلك بالنسبة للمتوفى، لو رؤية له جنة أو رؤية في الجنة، دي كلها بشارات، لكن لا نقطع بها نحن كأحد الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقطع بها، لأن رؤية النبي معصومة، لكن رؤية الواحد منا يمكن أن تلتبس عليه، وبالتالي لا نستطيع أن نجزم، وإنما بشروا ولا تنفروا، ورفعت النبوة وبقيت المبشرات، فتكون بالنسبة لنا على سبيل الظن، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فمنامه معصوم، كما أن يقظته معصومة، ولا يدخل الشيطان عليه لا في يقظة ولا في منام بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فده بالنسبة لسيدنا ورقة رضي الله تعالى عنه وما دوره. وقد ألف العلامة البقاعي، وهو أحد العلماء الكبار، توفي سنة 885، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني، ألف كتابا سماه بذل النصح والشفقة للتعريف بصحبة السيد ورقة. بذل النصح والشفقة للتعريف بصحبة السيد ورقة.
والكتاب مطبوع، وسأجعل الرابط إن شاء الله تعالى في أول إيه في أول تعليق. الخلاصة كما رأينا المسألة ليست مجرد منام، إنما هو يعني تدارس. تعرفنا على صحابي، تعرفنا على فضله، تعرفنا على إيمانه، تعرفنا على خطأ بعض الناس في كونهم لا يترضون عليه مع كونه من الصحابة، بل بعض العلماء كالبقاعي والعراقي وغيرهم والحلبي في السيرة، بعضهم قال بأنه يعد أول من أسلم من الرجال، ففضله رضي الله تعالى عنه كبير. فنسأل الله أن يجمعنا وإياكم ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.